Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung bacaan Hafazan 25 pada potongan ayat yang ke-6 dan ke-7. Murid-murid boleh buka buku TQS muka surat 178. Hafazan 25, tema adab dan akhlak, tajuk mempersendakan agama. Surah Ali Imran ayat 196 hingga 200, juzuk 4, muka surat 76. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrunnak taqallubul ladhin kafaru fil bilad. Mata'un Qalilun Thumma Ma'wahum Jahannam Wa Biksal Mihad Lakinin Lazina Taqaw Rabbahum Lahum Jannatun Tajari Min Tahtihal Anhar okay, Kita akan sambung bacaan pada potongan ayat yang keenam. خالدين فيها نزلا من عند الله 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 خالدين فيها nuzulam <Sessizuk> من عند الله خالدين فيها min من عند الله خالدين فيها نزلا من عند الله potongan ayat yang ketujuh wa <Sessizuk> ma وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ 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 وما عند الله خير للابرار وما عند الله خير للابرار لا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنه (جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ) لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار صدق الله العظيم